النهاردة بقى هنشتغل مع بعض سنة أولى آخر فيديو بنتكلم فيه عن لكسيون 5 وآخر لكسيون عندكم في الترم ده المفروض بيتكلم عن إم ريستوران. إم ريستوران ريستوران معناها المطعم. أنا تدس هنتكلم بقى وهنعرف إزاي لما ندخل مطعم نقول إيه، نطلب طلبنا إزاي، نحاسب إزاي، هنعرف كل ده وهنمشي خطوة خطوة مع بعض علشان نعرف الكلام ده كله مع بعض. فيديو النهاردة هناخد كده من أول ما ندخل المطعم إزاي نقول إيه، والجرسون بيقول لنا إيه، وإحنا بنجاوب إزاي، وإزاي بنطلب، كل حاجة هناخدها خطوة خطوة. في البداية كده أول ما ندخل بيشوفنا الكلنا، زي ما إحنا عارفين الكلنا ده معنى الجرسون، وكون ده معناها الزبون. كلنا جرسون وكون ده معناها الزبون أو العميل. فالكلنا بيستقبلنا بيقول لنا إيه، فيلكومن، مرحبا، نيمن زي بيت بلاتس، يعني اتفضلوا استريحوا. نيمن زي بيت بلاتس ده تعبير معناه اتفضل استريح او اتفضل اقعد في مكانك وهكذا. فكون ده بيرد عليه بيقول له ايه، فيلن دانك، شكرا جزيلا، ديش بايز كات بيت ها اوبا، وبيطلب منه طلب. يا ترى ايه ده، ديش بايز كات بيت؟ بيطلب منه المنيو. ديش بايز كات معناها المنيو، قائمه الطعام. ديش بايز كات، دي شبايز كات بيتا ها اوبا. ها اوبا دي يا شباب معناها الجرسون. طب ازاي انا عارف ان هي معناها كلنا؟ كلنا دي كوظيفه معناها الجرسون، لكن لما بحب نادم عليه تمام بيستخدموا تعبير اسمه ها اوبا. ها اوبا، طيب ادينا الها اوبا شبايز كات تمام، الكلنا بيقولوا بيتا اتفضل تمام، بعدين بنبص فيها وبنختار. فالكلنا بيسألنا سؤال من الثلاثة دول بيقول لنا ايه، فاس مشتن زي، فاس مشتن زي. الفعل مشتن معناه يريد او يرغب، يعني حضرتك عايز ايه. فاس مشتن زي بشتلن، الفعل بشتلن معناه يأمر او يطلب، يعني حضرتك عايز تطلب ايه. فاس نيمن زي، نيمن فعل بمعنى يأخذ، يعني حضرتك برضو عايز تاخد ايه. الثلاث اسئلة دول بمعنى واحد، واللي اكيد هيكلنا هيسألنا اي واحد منهم معناه ايه، حضرتك تطلب ايه، حضرتك محتاج تطلب ايه، محتاج تاكل ايه، محتاج تشرب ايه، وهكذا. Was möchten Sie؟ Was möchten Sie bestellen؟ Was nehmen Sie؟ تمام. ففي عندنا زباي كوندن هنا النهاردة، واحد منهم بيقول ايه، ايش مشته، انا اريد او انا ارغب، ونقول بقى الشيء اللي احنا عايزين نقوله. يعني مثلا الكوندا اين سأل ايه، ايش مشته بيتزا، انا عايز اني اكل بيتزا، عايز اطلب واحد بيتزا، او ايش نيمه واقول اللي انا عايز اطلبه. يعني عندي لما احب اقول انا عايز اطلب كذا بقول ايه، ايش مشته او ايش نيمه، تمام، وبقول بقى الشيء اللي انا عايز اكله او يعني اطلبه. هي بقى الكلنا بيسأل الكوند التاني بيقول له ايه، اونزي وحضرتك، راح قال له ايش تغينكي كافيه. ده هنا بقى الكلنا الكوند زفاي مش عايز ياكل، هو عايز يشرب. فممكن يقول ايش مشتي كافيه، او ممكن يقول ايش نامي كافيه، بس هو قال لنا ايه، ايش تغينكي كافيه، انا عايز اشرب قهوه. يبقى اخد بالي انا لو هطلب حاجه اكلها ممكن استخدم الفعل مشتن، ممكن استخدم الفعل نيمن، وممكن استخدم الفعل اسم، لكن لو عايز اني اشرب حاجه ممكن استخدم الفعل مشتن، ايش مشتي، او ايش نيمه، او ايش ترينك. ما ينفعش اقول ايش اسم، ايش مشتي وايش نيمه ثابتين معايا، او ممكن اجاوب بيهم سواء عايز اطلب مأكولات او عايز اطلب مشروبات. يبقى احنا دخلنا المطعم، قعدنا طلبنا الشبايزه كاتر من الهي اوبا من الكلنا تمام، وقال لنا فاس مشتن زي، عايزين تطلبوا ايه. في حد طلب بيتزا وفي حد طلب كافيه. نكمل. فاحنا بعد ما طلبنا الكافيه الكلنا الكوند بعد ما طلب الكافيه، فالكلنا بيساله مت ميلش او دا اون ميلش. ايه السؤال ده، انا طلبت قهوه. فالكلنا بيسالني بيقول لي ايه، مت ميلش او دا اون ميلش. مت دي معناها بي، وأونه معناها بدون، واحنا عارفين ان ميلش معناها ايه، اللبن. يعني بيقول له ايه، بتملش اودا اون ميلش، يعني عايز القهوه بتاعتك دي بلبن، بتملش اودا ولا اون ميلش بدون لبن. فكنت بجاوب عليه بيقول له ايه، ناتوليش مت، طبعا عايزها فيها لبن يعني. فكنا بيقول له ايه، جوت، يساله سؤال تاني،
فيل أودا فينيش. بس بدوتة فيل أودا فينيش، فيل معناها كتير وفينيش معناها قليل، فبيقول له إيه أنت عايز قهوة بلبن ومن غير لبن؟ راح قال له أنا عايزها بلبن، راح قال له جود تمام. فيل أودا فينيش يعني عايز اللبن ده كتير ولا قليل؟ راح قال له إيه فيل بيتا يعني كده هو عايز قهوة كوباية قهوة فيها لبن كتير تمام. فراح الكلنا قال له إيه أوكي زو أين مال بيتزا und ein Kaffee mit viel Milch. يعني ايه einmal؟ einmal بنستخدمها في المطاعم معناها ايه؟ معناها واحدة يعني اوكي تمام زو وبكده وهكذا. einmal بيتزا واحدة بيتزا und ein Kaffee mit viel Milch وكمان واحد قهوة بلبن كتير. sonst noch etwas؟ ايه ده لسه الكلنا بيقول sonst noch etwas؟ بس بداية الدس sonst noch etwas يعني هل تريد شيء آخر؟ تعبير كامل كده على بعضه معناه هل تريد شيء آخر؟ sonst noch etwas تمام؟ فكل واحد رد عليه بيقوله ايه؟ danke das wär's. danke معناه شكرا، das wär's يعني كده تمام انا مش عايز حاجة تاني، das wär's das wär's كل شيء تمام او هذا يكفي تمام؟ و sonst noch etwas هل تريد شيء آخر؟ في كنت زباي قال له ايه بس ist alles هذا كل شيء يعني احنا مش هنطلب حاجة تاني. يبقى انا عندي sonst noch etwas معناها ايه هل تريد شيء اخر، وعندي das wär's معناها ده كل المطلوب، بس ist alles هذا كل شيء. احنا خلاص دخلنا المطعم طلبنا جبايزة كارتر، في حد كل وحد شرب، عرفنا انه في حد ياخد بيتزا واحد طلب بيتزا، وعرفنا ازاي اني اقول انا عايز او انا اريد اني اطلب الشيء ده، وعرفنا كمان الجملة اللي قالها الكلنا sonst noch etwas، وعرفنا ازاي نرد عليها ونقول ايه. نكمل هنا بقى، احنا كلنا خلاص ومشربنا الكافيه بتاعنا، فعايزين بقى نحاسب. لو عايز اقول الحساب من فضلك او من فضلك عايز احاسب بقولها ازاي؟ بقولها بطريقتين، عندي طريقتين. فبقول ايه بتسالن بيتا، بتسالن بيتا معناها الحساب من فضلك، او ايش مش تتسالن، ich möchte zahlen. وبايده sind richtig bezahlen bitte oder ich möchte zahlen انا عايز الحساب من فضلك. فهيجي الكلنا مش ببطل اسئله، الكلنا ده يسالنا يقول لنا ايه zusammen oder getrennt. احنا عارفين zusammen دي معناها ايه، معناها معا، وgetrennt معناها منفصل. zusammen oder getrennt يعني عايزينهم مع بعض ولا منفصل، يعني ايه الكلام ده؟ الكلنا في الوقت ده قصده يعني عايزين الحساب بتاعكم حساب واحد بيتزا وواحد قهوة مع بعض ونشوف طالعين بكام، ولا عايزين مثلا احسب لكم القهوة وحدها بكام والبيتزا وحدها بكام؟ فهمنا؟ تزامن يبقى هيحسب الطلبين مع بعض ويقول لنا حسابهم مرة واحدة، يتغند يبقى هيحسب كل طلب وحده وهندفع على كل طلب وحده، فهمنا؟ ادي الفرق بين تزامن ويتغند. فكنت بيقول له ايه تزامن بيتا يعني عايزين، يعني عايزينه مع بعض، او طبعا هو عايز منفصل getrennt اهي zusammen bitte getrennt bitte. تيجي الكلنا بقى بيقول لنا بتسالم بتاعنا، بيقول لنا ايه ein Kaffee واحد قهوة und eine Pizza واحدة بيتزا das macht not كده بفوند يعني ايه. يجي بقى كده بيقول لنا طيب خلاص اوكي واحدة قهوة وواحدة بيتزا das macht داس ماخت يا شباب معناها هذا تكلفته أو هذا حسابه تمام؟ داس ماخت ده تعبير بقول له مثلا واحدة بيتزا واحد قهوة دول حسابهم داس ماخت، وبقول له بقى السعر مثلا درايسش، مثلا درايسش 30 بفوند أو مثلا أويغو لو واحدة في ألمانيا مثلا تمام؟ داس ماخت معناها يكلف تمام؟ وبعدين الكوند بيدي له حساب بيقول له إيه بيتا اتفضل. فطبيعي اني الكلنا بيشكره بيقول له دانك او فيدا زيهن شكرا الى ان القاك او سلام، فاكيد الكوند بيقول له ايه او فيدا زيهن. ده كان حوار او الديالوج اللي ممكن يحصل ام ريستوران مطعم، ازاي ندخل كزبائن ككوند ونقول لهم ان احنا عايزين كذا والشبايز كات، وازاي نطلب طلبنا، ازاي كمان الكلنا يرد علينا وازاي يسالنا الاسئله مطلوبة علشان يجيب لنا الطلب بتاعنا بطريقة صحيحة. دلوقتي هناخد مع بعض ديالوج ناقصة، دي موجودة عندكم في الكلاس بوخ ان شاء الله ما تستلموه.
تمام. هنحله دلوقتي مع بعض، بس هنحله مندلش شفوي. انتوا اللي عليكم بقى انكم يعني تشتغلوها معايا ونفكر فيها مع بعض، وكمان تكتبوا انتوا بقى اجاباتها مع نفسكم، تمام، في البيت يعني. نشوف بقى الكلام ده او نشوف الديالوج دي مع بعض. عندنا الديالوج دي عبارة عن 3 أشخاص: باول والكلنا وفي بيتا. باول والكلنا وبيتا. باول وبيتا دول صديقين راحوا المطعم، تمام، فعايزين بقى نشوف الدنيا بينهم هتمشي ازاي. دخل باول بيقول ايه: ها اوبا. اتفقنا ان ها اوبا دي معناها ايه؟ جرسوم من فضلك. فيا مشتن بشتلن، يعني احنا عايزين نطلب. فبيقول له ايه كلنا: جوتن تاج، نهارك سعيد. فقال له كده نقط، تمام، وراح قال له ايه: ايش براوخ دي نقط تانية. وتتوقعوا بقى هو قال له ايه؟ احنا اول حاجة بنعملها هنعرف نطلب من غير شبايزة كاتا؟ لا، واحنا اتفقنا ان اول حاجة بنعملها بعد ما بنقعد اني الكلنا بيقول لنا ايه: فاس مشتن زي. هو بيقول له فيا مشتن بشتلن، احنا عايزين نطلب. وراح قال له ايه: فاس مشتن زي، فاس مشتن زي بشتلن، تمام. راح قال له ايه: ايش براوخ، انا احتاج دي، عايز يطلب، يبقى هيطلب بايه؟ بدي شبايزة كارت، يبقى ايش براوخ دي شبايزة كارت، تمام. راح قال له ايه بقى الكلنا: اتزيع، اتفضل. يبقى احنا في البدايه كده باول ندم على الجرسون، ندم على الكلنا، وقال له احنا عايزين نطلب. او نهارك سعيد، عايز هيك، عايز تطلب ايه يعني؟ فاس مشتن زي. قال له ايش براوخ، انا عايز دي شبايزة كارت، انا عايز شبايزة كارت، عايز قائمة الطعام، المنيو، بتزاع، اتفضل، تمام. بعدين كده باول بيقول حاجة: دينا شنيتسل مت كاتوفل زلات. دينا شنيتسل يا شباب دي عبارة عن شرائح لحمة، دينا شنيتسل، تمام. مت بي، اتفقنا مت معناها بي، كاتوفل زلات، كاتوفل اتفقنا معناها ايه؟ بطاطس، وزلات سلطة، سلطة بطاطس، دي أكلات عندهم يعني، تمام. فطبيعي أول حاجة هيقولها باول هيقول إيه قبل دينا شنيتسل؟ هيقول إيش مشتة أو إيش نيمة أو إيش أسا، يعني أنا عايز أو أنا هطلب دينا شنيتسل، شرايح لحمة مع سلطة بطاطس، تمام. فبيتا كده بيسأل سؤال، تمام. بعدها الكلنا بيرد عليه بيقول له إيه: دينا شنيتسل إيست شنيتسل مت بيلت سوزة. كارتوفل زلات كنن زي ناتورليش، داس ايست اين زلات اوس كارتوفل. يعني ايه الكلام ده؟ ايه كلنا بيقول له فينا شنيتسل ايست شنيتسل ميت بيلت سوزا. بيلت يا شباب معناها الفطر او عيش الاوروب يعني، زوسا معناها صلصه. فقال له ايه فينا شنيتسل دي، تمام، عباره عن شنيتسل شرائح، تمام، مع بي صلصه فطر، تمام. والكاتوفل زلات كنن زي ناتورليش، الفعل كده معناه يعرف، واكيد حضرتك عارف بالطبع انك تعرف ايه الكاتوفل زلات، ايه سلطه البطاطس. داس ايست اين زلات اوس كاتوفل، دي عباره عن سلطه مكونه من ايه؟ من الكاتوفل، من البطاطس. فتتوقعوا بيتر او بيتا ده سأل وقال له ايه؟ سأل ايه مثلا؟ فاس ايست داس، ماذا يكون هذا؟ أو فاس إست فينا شنيتسل، إيه الفينا شنيتسل ده؟ تمام؟ فاس إست داس، ماذا يكون هذا؟ راح عشان كده الكلنا شرح له وقال له إن فينا شنيتسل دي عبارة عن شرائح لحم مع صلصة فطر، وكمان الكاتوفل زلات وسلطة بطاطس أكيد حضرتك تعرفها، هي عبارة عن سلطة مكونة من الكاتوفل، مكونة من البطاطس. فبيتا قال حاجة كده، راح قال له إيه الكلنا؟ ألزو، وهكذا. زواين مال فينا شنيتسل مت كاتوفل زلات. وبكده احنا اتفقنا ان اين مال اللي كانت معانا في الاول كانت معناها ايه؟ واحد. زواين مال اتنين، يعني معنى كده انا عايز او انتوا هتطلبوا اوردرين فينا شنيتسل مت كاتوفل زلات. زو اكيد بيتها قال له ايه؟ ايش مشتي او ايش نيم او فينا شنيتسل مت كاتوفل زلات، تمام كده. يبقى اكيد بيتا في الجمله دي قال ايش مشتي او ايش نيمه اوخ دينا شنيتسل ميت كاتوفل زلات، اوكي. وعلى اساسه كنا قالنا ايه؟ also zweimal دينا شنيتسل ميت كاتوفل زلات. وكده
هيكون معانا 2 اوردر او هجيب مرتين يعني شرايح اللحمة دي بسلطة البطاطس. فراح باول بيقول ايه؟ ايش نقط اورانجن زافت؟ احنا اتفقنا ان اورانجن زافت معناها ايه؟ عصير برتقال. فباول عايز يطلب طلب تاني فبيقول ايه؟ ايش مشتي اورانجن زافت او ايش ترينكي اورانجن زافت. فكنا بيسال اون زي، بيسال بيتا اون زي. راح بيتا قال له ايش نيمي شبيتسي بيتا. شبيتسي دي يا شباب عباره عن فانتا زائد كولا، اتنين مع بعض بيدمجوهم كده مع بعض بيعملهم ميشن، بيعملوا عباره عن خليط يعني، تمام، اسمه شبيتسي، كوكا كولا زائد فانتا، تمام. باول طلب اورانجن زافت وبيتا طلب شبيتسي. نكمل، احنا كده خلاص دخلنا المطعم وطلبنا الشبايزي كاتا وكل واحد طلب عايز ايه، وبيتا استفسر عن فينا شنيتسل وطلب كمان فينا شنيتسل، بعدين باول طلب اورانجن زافت وبيتا طلب شبيتسي. ein paar minuten später يعني ein paar معناها زوج، ein paar minuten später يعني بعد دقيقتين كده، später معناها لاحقا، يعني عايز اقول اني بعد دقيقتين. الكلمة جه وبيقول ايه؟ هي بيتي زفاي مال فينا شنيتسل ميت كارتوفل زالات اين مال اورانجن زافت وند اين مال شبيتسي، يعني بيقول لهم اتفضلوا هي بيتي ادي وجبتين او طبقين فينا شنيتسل ميت كارتوفل زالات اين مال اورانجن زافت، واحد عصير برتقال وند اين مال شبيتسي، واحد ميشونج شبيتسي بين كولا والفانتا، تمام. يجي بقى باول بيقول له ايه؟ يسأل بيتا وي فيندست دو داس اسن، وي فيندست دو داس اسن. فاكرين الفعل او صيغة السؤال بتقول وي فيندن زي كان معناها ايه بالظبط؟ كان معناها ما رأيك او كيف تجد. فهو بيقول له ايه؟ ايه رأيك في الاكل؟ فبيتا ممكن يقول له مثلا انه ايه؟ جوت. في كمان عندنا صفة بالالماني معناها لذيذ اسمها لكا، لكا اكتبوها انتوا ال اي سي كا اي ار. نوخ اينمال ال اي سي كا اي ار، لكا معناها لذيذ، تمام. بس بعدين بقى باول بيقول له ايه؟ جوتن ابيتيت، جوتن ابيتيت معناها شهيه طيبه واتمنى لك يعني انك تكون مبسوط بالاكل يعني. فأكيد بيتا بيقول له إيه؟ هيرد عليه نفس الكلام وهيقول له جوتن أبيتيت، مش هي طيبة أيضاً لك. كده إحنا عرفنا إزاي ندخل المطعم بنطلب، إزاي نقول إحنا عايزين شبايزة كاتا، إزاي نقول إحنا عايزين نطلب كذا، إزاي نقول إن الأكل كويس، إيه رأيك في الأكل، وإزاي نقول لبعض شهية طيبة أو بالهنا والشفاء، اسمها جوتن أبيتيت، اسمها جوتن أبيتيت، شهية طيبة أو بالهنا والشفاء. ده كان آخر موضوع معانا في ليكسيون 5. كده منهج سنة أولى خلص، كده خدتوا كل الجراماتيك وخدتوا كل البوت شوتس اللي محتاجينها أو مطلوبة منكم في لكشن 5. أتمنى نذاكر كويس ونعرف المعلومات دي كويس، سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة، وإحنا أكيد معاكم في أي وقت وأي استفسار أنتوا تحبوه إحنا موجودين معاكم. بالتوفيق لكم كلكم، تشيس.